طيب البلاسينتا دي تعريفها ايه؟ البلاسينتا هي الاورجان وير نيوترينتس اند جاز اكستشينج بتوين ذا ماذر اند فيتس تيكس بليس. البلاسينتا المشيمه هي الاورجان اللي بيتم من خلاله تبادل النيوترينتس اللي هي المواد المغذيه والجازس ما بين المذر والفيتس زي ما هنشوف. طيب لما نيجي نوصف البلاسينتا الفول تيرم بلاسينتا، البلاسينتا في اخر يعني ساعه الولاده، البلاسينتا شكلها عامل زي القرص زي ما اتفقنا، ديسك شيب. البلاسينتا تقريبا وزنها يعني نص كيلو جرام، نص كيلو جرام. الديامتر بتاع البلاسينتا من هنا لهنا تقريبا من 15 ل 20 سنتيمتر. ثيكنس بتاع او تخن البلاسينتا تقريبا 3 سنتي، يبقى شكلها ديسك شيب، وزنها تقريبا نص كيلو، الديامتر حوالي 20 سنتي، والثيكنس او السماكه بتاعتها او التخن بتاعها تقريبا 3 سنتي. طب مكان البلاسينتا فين؟ سايت اوف ذا بلاسينتا. لو ده منظر يا اولاد، ده ساجيتال سيكشن كده انتيرير وكده بوستيرير. الابر بارت بتاع اليوترس اسمه فاندس، ودي اليوتراين كافيتي. غالبا غالبا مكان البلاسينتا هو مكان الامبلانتيشن، يعني في الابر بارت اوف بوستيرير وول اوف ذا يوتراين كافيتي. فين مكان البلاسينتا؟ هو مكان الامبلانتيشن، يبقى فين؟ في الابر بارت اوف بوستيرير وول اوف ذا يوتراين كافيتي، قريب من الفندس. ماشي الحال؟ ده الموست كومن سايت اوف ذا بلاسينتا. طيب البلاسينتا ليها تو سيرفيسز طبعا، لان البلاسينتا ده اورجان ما بين الفيتس والمذر، يبقى في ناحيه من البلاسينتا ناحيه الفيتس، دي بنقول عليها ايه؟ الفيتال سيرفيس. طيب الفيتال سيرفيس ده سموث، ناعم خلاص، ومتغطي بالامنيون، متغطي بالغشاء الامنيون. وفي السنتر بتاع الفيتال سيرفيس بلاقي الامبليكال كورد اتاتشد. يبقى البلاسينتا ليها كام سيرفيس؟ اتنين، واحد ناحيه الفيتس وواحد ناحيه المذر. اللي ناحيه الفيتس بلاقيه سموث، وفي السنتر بتاعه بيبقى ماسك الامبليكال كورد او الحبل السري. انما السيرفيس الثاني اللي ناحيه الام اسمه ماتيرنال سيرفيس. اسمه ايه؟ ماتيرنال سيرفيس. ماتيرنال سيرفيس ده فيه اليفيشنز اسمها كوتيليدونز، والاليفيشنز دي مفصوله بجروفز. طيب كوتيليدونز يعني ايه؟ شايفين يا اولاد الكابل ستون دي، الطوب ده اللي موجود في الشوارع، الطوب ده بالمسافات اللي بينه شبه الماتيرنال سيرفيس بتاع البلاسينتا، فسموا الارتفاعات دي كوتيليدونز زي الكابل ستونز. يبقى البلاسينتا ليها كام سيرفيس؟ اتنين، فيتال سيرفيس ناحيه الامبريو او الفيتس، وماتيرنال سيرفيس ناحيه اليوتراين وول ناحيه جدار الرحم. سامعين كده كويس؟ في مشكله في حاجه؟ لا كل شيء كويس. تمام يا دكتور. لا تمام يا دكتور. طيب البلاسينتا يا اولاد يمكن الاورجن الوحيد اللي هو ديفلوبد فروم تو سورسز. البلاسينتا المشيمه هي الحاجه الوحيده في الدنيا اللي هي معموله من نصين، نص تبع الامبريو ونص تبع المذر، نص تبع البيبي ونص تبع الام. يبقى البلاسينتا تو سورسز، فيتال بارت وماتيرنال بارت. الفيتال بارت اللي هو ده اللي هو اسمه كوريونيك بليت. اسمه ايه؟ كوريونيك بليت، وده معمول من الكوريون فراندوزم، وهنعرف الكلام ده حالا. والجزء الثاني ده اللي هو الماتيرنال بارت او الديسيدوال بليت اللي هو الديسيدوا بيزالس. يبقى دلوقتي البلاسينتا جايه من تو سورسز، واحد تبع الفيتس وواحد تبع المذر. اللي تبع الفيتس اسمه كوريونيك بليت، واللي تبع المذر اسمه ديسيدوال بليت. احنا هنا محتاجين نعرف يعني ايه ديسيدوا ويعني ايه كوريون فراندوزم. خلينا نشوف ديسيدوا. اولا المعنى الحرفي بتاع كلمه ديسيدوا، ديسيدوا يعني ما يقع، وات فول. حتى لو حد شطور فيكم عارف الاسنان اللبنيه الميلك تيث اسمها ايه؟ ديسيدوس تيث، عشان ايه؟ بتقع ويحل مكانها البيرمننت تيث. فمعنى ديسيدوا وات فول اوف، لانها كده كده يا اولاد الديسيدوا هنعرف انها بتقع يا اما في المنسترال سايكل في الدوره الشهريه، او بتقع ساعه الولاده.
لكن علميا بقى ايه هي الديسيدوا؟ نركز كده يا ولاد. الديسيدوا هي الاندوميتريوم اللي هي بطانه الرحم افتر امبلانتيشن، بعد ما البلاستوسيست دي تدخل جوه الاندوميتريوم، الاندوميتريوم بيتحول اسمه من اندوميتريوم الى ديسيدوا. طيب وطبعا البلاستوسيست دي بتدخل بعد ما بيحصل فيرتلايزيشن، يعني حصل بريجننسي، فانا لازم الاندوميتريوم ده يجهز، يجهز يعني يبقى جاهز عشان تغذيه البيبي. فمجرد ما البلاستوسيست دي يا اولاد هت امبلانتس، يعني هتدخل بتستيميوليت ريسبونس في الاندوميتريوم، الاندوميتريوم بيحصل فيه ريسبونس كده رياكشن اسمه ايه؟ ديسيدوال رياكشن. ايه اللي هيحصل في الديسيدوال رياكشن؟ الخلايا السيلز بتاعت الاندوميتريوم دي بتكون بتجمع ليبيد وجلايكوجين عشان تغذيه الجنين، وبيتحول اسمها الى ايه؟ ديسيدوال سيلز. يبقى الاندوميتريال سيلز هت ايه؟ هت اكيوميليت ليبيد اند جلايكوجين، خلاص؟ وهيبقى اسمها ايه؟ ديسيدوال سيلز. طيب والاستروما نفسها بتاعت الاندوميتريا هتبقى مور ثيك، وهتبقى ايه؟ مور هايلي فاسكولار، الدم بتاعها ايه؟ هيكتر. يبقى الديسيدوال رياكشن سيلز هتجمع ليبيد وجلايكوجين، والاستروما خلاص هتعمل ايه؟ هتبقى هايلي فاسكولارايزد، هيدخلها ارتريولز كتير زي ما هنشوف. طيب الاندوميتريوم بعد ما حصل امبلانتيشن خلاص اتفقنا اسمه ايه؟ ديسيدوا. طيب الديسيدوا بقى ثلاث اجزاء، ديسيدوا ثلاث اجزاء، نركز كده ونشوف البلاستوسيست اللي هو ده اللي هو الجنين في الاسبوع الثاني اسمه بلاستوسيست، واللون الاصفر ده هو الاندوميتريوم، بس ما بعد ما دخلت البلاستوسيست خلاص اسمه تحول الى ايه؟ ديسيدوا. ده يا اولاد كروس سيكشن وده كورونال سيكشن. طيب ايه الثلاث اجزاء اللي اقدر اميزهم؟ طبعا احنا عارفين كلنا ان ده اسمه امبريونيك بول وده اسمه ايه؟ اب امبريونيك بول، ودي اليوتراين كافيتي. طيب في جزء من الديسيدوا ناحيه الامبريونيك بول، ده هسميه ايه يا حلوين؟ ديسيدوا بيزاليس، ديسيدوا ايه؟ بيزاليس. طيب وفي جزء يا اولاد مغطي باقي البلاستوسيست، عامل زي الكبسول، ده هسميه ايه يا حلوين؟ ديسيدوا كبسولاريس. طب الجزء الثالث ده يا اولاد اللي مبطن باقي اليوتراين كافيتي، الجزء ده هسميه ديسيدوا بارايتاليس، كلمة بارايتاليس يعني وولز او جوانب. يبقى حلوين الديسيدوا ثلاث اجزاء، جزء اللي ناحيه الامبريونيك بول هو الديسيدوا بيزاليس، باقي الديسيدوا اللي مغلفه البلاستوسيست ديسيدوا كابسولاريس، ودي البعيده اللي مبطنه اليوتراين كافيتي ديسيدوا بارايتاليس. طبعا اكيد اكيد يا اولاد اللي هيشارك في البلاسينتا هو الديسيدوا بيزاليس، يبقى الديسيدوا بيزاليس هو the part of the decidua which will form the decidual plate في البلاسينتا. طيب بعد كده الجزء الثاني من البلاسينتا اللي جاي من الفيتس ده عباره عن ايه؟ عن الكوريون اللي هو الوول اوف ذا امبريو اللي هو الكوريونيك فيلاي. لازم نعرف الكوريون اللي هو الوول اوف ذا امبريو في الاسبوع الثالث، الوول اوف ذا امبريو في الاسبوع الثاني اسمه تروفوبلاست، اسمه ايه؟ يعني اللي هنا ده اسمه ايه؟ تروفوبلاست. لكن في الاسبوع الثالث الاسبوع الثاني خلينا ناخد المعلومه البسيطه دي، في الاسبوع الثاني الجنين اسمه بلاستوسيست والوول بتاعه تروفوبلاست، لكن لما نروح للاسبوع الثالث الجنين اسمه كوريونيك فيزيكل، كوريونيك فيزيكل والوول بتاعه اسمه كوريون. طيب هو الكوريون الجنين ده هيعرف يلتصق او يتشبث بالاندوميتريوم بتاع اليوترس من غير ما يطلع له صوابع؟ مستحيل، لازم الجنين عشان يثبت في بطانه الرحم يطلع له صوابع زوائد تمسك اللي هي ايه؟ الكوريونيك فيلاي. طبعا الكوريونيك فيلاي دي بتعدي بثلاث مراحل، بتعدي بثلاث ايه؟ مراحل. دلوقتي ده الامبريو وده التروفوبلاست، التروفوبلاست في الاسبوع الثاني بينقسم لاثنين، ها انر سيلولار لير يعني طبقه داخليه كده لها خلايا منتظمه بسميها سايتو تروفوبلاست من سايتولوجي، وطبقه خارجيه غير منتظمه ما فيش بينها سيل باوندرز اسمها سينسيشيو تروفوبلاست.
يبقى التروفوبلاست يا اولاد في الاسبوع الثاني بيتحول الى تو لايرز، اوتر الريجولر لاير اسمها سينسيشيو تروفوبلاست عشوائيه سينسيشيو تروفوبلاست، وانر ريجولر لاير فيها خلايا كده منتظمه ما بينها حدود منتظمه اسمها ايه سايتو تروفوبلاست، يبقى ده التروفوبلاست. طيب الزوايد بقى اول حاجه بتطلع اسمها برايمري فيلاي. برايمري فيلاي عباره عن ايه؟ عباره عن انه بس زايدتين ها او حاجتين بس، السايتو تروفوبلاست ومتغطي بالسنسيشيو تروفوبلاست. يبقى البرايمري فيلاي دي فينجر لايك بروجكشن اوف ايه سايتو تروفوبلاست ومتحوطه بايه سنسيشيو تروفوبلاست، خلاص، وما بينها فراغات هنشوفها. طيب الطبقة الصفرة دي لسه ما دخلتش في تركيب الفيلنس، دي الاكسترا امبريونيك ميزوديرم. لما الاكسترا امبريونيك ميزوديرم ده يدخل في الكور يعني في قلب البرايمري فيلنس هتتحول الى سكندري فيلنس. يبقى سكندري فيلاي هي يا اولاد نفس التركيب سنسيشيو تروفوبلاست وسايتو تروفوبلاست، يعني الخلايا العشوائية بعدين الخلايا المنتظمه، بس دخل هنا ايه حلوين الاكسترا امبريونيك ميزوديرم. يبقى الموضوع بسيط خالص، البرايمري فيلاي ما هي الا ايه زوايد بدات تطلع سينسيشيو تروفوبلاست اللي بره وسايتو تروفوبلاست اللي جوه. اذا الميزوديرم ده دخل زي ما عمل هنا البرايمري فيلاس دي تحولت الى سكندري، بس انا كده مفيش بلاد فيسلز مفيش اكستشينج، يعني لو دم الام هيبقى هنا ما فيش حاجة يا أولاد هتنقل الغازات من هنا والغذاء من هنا وهكذا، لا محتاج أنا عشان أشارك في البلاسينتا لازم يبقى فيه blood vessels. يبقى لما الفيتال blood vessels تظهر هنا في قلب الميزوديرم ده السكندري فيلاي هتتحول إلى تيرشري فيلاي زي ما هنشوف. يبقى في التيرشري فيلاي بس إيه اللي حصل؟ إنه في الميزوديرم بقى جوه فيه فيتال blood vessels، فبقى تركيب أي فيلس زي ما هنشوف الطبقة اللي بره دي اللي هي سنسيشيو تروفوبلاست، والطبقة المنتظمة دي اللي هي سايتو تروفوبلاست. طب والأصفر ده ميزوديرم، الجديد ايه الجديد؟ ان دخل هنا ايه بلاد فيسلز. يبقى انا عرفت كده الكوريونيك فيلاي، واكيد مين فيهم اللي هتشارك فيه او هتبقى موجودة في المرحلة بتاعت البلاسينتا هي التيرشري فيلاي عشان فيها ايه عشان فيها بلاد فيسلز. طيب في الاول خالص قلنا البلاسينتا تو بارتس ريسيدوال بليت وكوريونيك بليت، وقلنا الكوريونيك بليت اسمه كوريون فراندوزم. احنا عشان نبقى فاهمين يا اولاد كلمه كوريون يعني ايه، كلمه كوريون يعني الوول اوف ذا امبريو من الشهر الثالث، الامبريو في الاسبوع الثالث سوري في الاسبوع الثالث الامبريو اسمه كوريونيك فيزيكل والوول بتاعه اسمه ايه كوريون. طب ايه حكاية كوريون فراندوزم؟ نركز كده نعرف معنى فراندوزم. فراندوزم يعني ليفي يعني مورق يعني كأنه شجرة كده أوراقها وفيرة يعني ها مورق. في الأول الكوريونيك فيلاي اللي انتوا شايفينها دي بتبقى all around the embryo، بتبقى يعني ناحية الديسيدوا بيزاليس وناحية الايه الديسيدوا كابسولاريس، يعني محوطة الجنين من كل النواحي. لكن احنا عندنا ايه الجزء ده هو اللي هيشارك في البلاسينتا، فهنا الكوريونيك فيلاي هتجرو وهتبرانش يعني هتكبر وهيطلع منها فروع عشان تشارك في البلاسينتا. لكن الكوريونيك فيلاي اللي موجودة هنا دي ليها لازمة؟ لا ملهاش لازمة. يبقى انا حلوين عندي الكوريون هيبقى نوعين، اللي ناحية الديسيدو بيزاليس هيجرو وهيبرانش وهيبقى اسمه كوريون فراندوزم يعني المورق، واللي الناحيه دي الفيلاي عشان مش هتشارك في حاجه هيحصل لها دي جينيريشن وهيبقى اسمها ايه كوريون ليفي يعني سموث، كوريون ليفي يعني سموث او اصلع. يبقى احنا هنشوف الكلام ده يا اولاد. يبقى في البدايه الكوريونيك فيلاي بتبقى اول اراوند الامبريو، وبعدين زي ما اتفقنا كلها كده بتبقى حوالين الايه الكوريونيك ساك او الكوريونيك فيزيكل من كل النواحي، خلاص. بعد كده الجزء اللي هو ناحيه الديسيدوا كابسولاريس ده هيدي جينيريت ويبقى اسمه ايه كوريون ليفي، وكلمه ليفي يعني ايه
سموث لأن الفيلاي اللي هنا هتروح، لكن الكوريونيك فيلاي اللي ناحية الديسيدوا بيزاليس دي اللي هتشارك في البلاسينتا دي هتجرو، وهيبقى اسم الحتة دي ايه؟ كوريون فراندوزم. كلمة فراندوزم يعني مورقة. خلاص فهمنا يعني ايه كوريون فراندوزم، انه الكوريونيك فيلاي اللي ناحية الديسيدوا بيزاليس دي هتجرو وحجمها هيزيد عشان هتشارك فين؟ في البلاسينتا. يبقى انا كده عرفت من الاول يعني ايه بلاسينتا. خلاص انا هراجع بس كلمتين كده يا اولاد، عرفنا يعني ايه بلاسينتا خلاص من الاول. بسرعة نعمل ريكاب، بلاسينتا عرفنا ان فيها ايه؟ فيتال بارت اسمه كوريونيك بليت اللي هو كوريوم فراندوزم. خلاص عرفنا يعني ايه كوريوم فراندوزم دلوقتي، و ماتيرنال بارت اللي هو دي ديسيدوال بليت اللي هو عبارة عن ديسيدوا بيزاليس. انا بس حبيت ارجع هنا عشان اشوف انتم مربطين الكلام ببعضه ولا لا. هنرجع تاني مكان ما كنا واقفين ونشوف ايه اللي هيحصل. عشان يا اولاد يحصل تبادل للجازس والنيوتريشن من الفيتس للمذر لازم يبقى فيه سيركوليشن ما بين الام والجنين، ما بين الام والبلاسينتا وبعد كده الامبليكال كورد والجنين. دي بنسميها ايه؟ يوتيرو بلاسينتال سيركوليشن. يعني من غير دم مفيش تبادل، التبادل هيحصل عن طريق الايه؟ الدم. فلازم نعرف اليوترو بلاسينتال سيركوليشن بتبدا امتى؟ بتبدا في اليوم التاسع. طيب انا عايز الناس الشاطرين كده يبصوا كده، الجنين هنا ده اسمه بلاستوسيست، الوول بتاعه اسمه تروفوبلاست. الجنين في الاسبوع الثاني اسمه ايه؟ بلاستوسيست، والوول بتاعه اسمه ايه؟ اسمه تروفوبلاست. تروفوبلاست هنا اقدر اميز طبقتين، الطبقه الخضراء دي خلايا منتظمه اسمها ايه؟ سايتوتروفوبلاست. طب والطبقه اللي لون اخضر بس فاتح دي اسمها ايه؟ سينسيشيوتروفوبلاست اللي هي غير منتظمه دي. خلاص، ايه اللي بيحصل في اليوم التاسع؟ بيظهر عندي بحيرات كده فاضيه، يعني سبيسز فراغات فاضيه اسمها ايه؟ تروفوبلاستيك لاكوني. تروفوبلاستيك لاكوني يعني سبيسز موجوده في السينسيشيوتروفوبلاست دي اللي هتبقى جاهزه عشان تتملي بالماتيرنال بلاد. يبقى ده اول خطوه في الاستابليشمنت او الديفلوبمنت اوف يوترو بلاسينتال سيركوليشن اللي هي ديفلوبمنت اوف ايه؟ تروفوبلاستيك لاكوني، اللي هي بحيرات كده او فراغات بتظهر في السنسيشيو تروفوبلاست. سهله ولا صعبه؟ سهله. دي بتظهر فين؟ في اليوم التاسع. بعد كده يا اولاد السنسيشيو تروفوبلاست اللي هو اللون الاخضر ده بيعمل ايروجن، يعني بياكل الماتيرنال بلاد فيسل. شايفين ده ماتيرنال بلاد فيسل، ماتيرنال كابيلاري. هتيجي السنسيشيو تروفوبلاست يعمل له ايروجن يعني ياكله كده، فيقوم الدم ينزل. لما ينزل يدخل فين؟ يدخل في التروفوبلاستيك لاكوني. طب امتى بيحصل ايروجن للماتيرنال بلاد فيسلز؟ في اليوم ال 12. يقوم لما السنسيشيو تروفوبلاست الخلايا دي تاكل او تيرود الماتيرنال بلاد فيسلز الدم ينزل ويملى زي ما انتم شايفين التروفوبلاستيك لاكوني. طب امتى التروفوبلاستيك لاكوني دي هتبقى مليانه بالدم؟ ده بعد 10 اسابيع من الحمل. يبقى يا اولاد عرفنا احنا اليوترو بلاسينتال سيركوليشن هتبدا امتى؟ من اليوم التاسع. هتبدا ازاي؟ هبدا اجهز اماكن عشان ينزل فيها الدم. الاماكن اللي هينزل فيها دم الام خلاص ويبقى قريب من الجنين، قريب من البلاسينتا، اسمها ايه؟ تروفوبلاستيك لاكوني. سبيسز بتظهر فين؟ في السنسيشيو تروفوبلاست. بتظهر امتى؟ في اليوم التاسع. طب الاماكن دي لو ما فيهاش دم ملهاش لازمه، طب الدم هيجي لها منين؟ ما هو هنا يا اولاد ده بطانه الرحم اهو، بطانه الرحم فيها ايه؟ ماتيرنال بلاد فيسلز، ماتيرنال ارتريولز وكابيلاريز. تيجي السنسيشيو تروفوبلاست يعمل ايروجن، ياكل الماتيرنال بلاد فيسلز، يقوم الدم ينزل من الماتيرنال بلاد فيسلز ويدخل يملى اللاكوني دي. خلاص الكلام ده بيحصل ايروجن امتى؟ بيحصل في اليوم ال 12. لكن امتى كله بيتملي دم زي ما هنشوف؟ في الاسبوع العاشر. الصوره اللي في الاخر هتبقى كده يا اولاد، الصوره اللي في الاخر هتبقى ايه؟ هتبقى كده، هتبقى ادي الكوريونيك فيلايا اهي، ادي واحده اهي وادي واحده، واللاكوني دي اللي انتوا كنتوا شفتوها هتبقى مليانه دم هتتحد مع بعض، والتروفوبلاستيك لاكوني هتبقى موجوده ما بين الفيلاي، فهيبقى اسمها ايه؟ انترفيلوس سبيسز. اسمها ايه؟ انترفيلوس سبيسز. مفهوم؟ يبقى انا دلوقتي عايز الناس بس تبقى مصحصحه، امتى
الاكستشينج بين الام والجنين هيبدا. عشان يبدا لازم يبقى فيه دم. بدايه السيركوليشن دي اسمها يوترو بلاسنتال سيركوليشن. اليوترو بلاسنتال سيركوليشن بتبدا ازاي؟ اجهز يا اولاد الاماكن اللي هتتملي دم، خلاص اللي هيجي فيها دم الام، شايل اكسجين ونيوتريشن، وبعد كده يحصل تبادل وتروح الاكسجين والنيوتريشن للجنين، ويرجع الدم من الجنين في كربون دايوكسيد وويست برودكتس ويجي في الاماكن دي. خلاص فاهمين الفكره؟ الاماكن دي البدائيه اسمها ايه؟ تروفو بلاستيك لاكوني. سبيسز موجوده فين؟ في السنسيشيو تروفو بلاست. برافو عليكم. طب ده هيظهر امتى؟ في اليوم التاسع. طب امتى بقى هيدخل فيها دم؟ هي كده من غير دم ملهاش لازمه. من اليوم ال 12 السنسيشيو تروفو بلاست دي تاكل البلاد كابيلاريز بتاعت الايه؟ الام. تقوم يوم الدم نازل مالي اللاكوني. طب اللاكوني دي هتتملي دم امتى؟ في الايه؟ في الاسبوع العاشر. طب اللاكوني دي كده هتتجمع، خلي بالكوا الفيلاي دي هتطول، اللاكوني دي هيبقى مكانها بين الفيلاي زي ما هنشوف في الصوره دي. خلاص؟ يبقى دلوقتي اللاكوني لما تتجمع هتبقى ما بين الفيلاي والسبيس، يبقى اسمه ايه؟ انترفيلاس سبيس. يجي الدم، بصوا كده يا اولاد، يجي الدم من الام اهو، في اكسجين ونيوتريشن زي ما هنشوف حالا. خلاص؟ وبعدين الدم بقى يعدي من الفيلاي دي كده، الاكسجين يعدي والنيوتريشن تعدي وتروح للفيتال بلاد كابيلاريز دي. خلاص؟ ناخد بقى الاكسجين والنيوتريشن للجنين، روح لاجزاء الجسم بتاعت الجنين، ونرجع هنا تاني جايبين كربون دايوكسيد وويست، ويعدي من خلال الحاجز ده للانترفيلاس سبيس الكربون دايوكسيد والويست، ويروحوا عن طريق الاورده للام زي ما هنشوف السيركوليشن. بس كده خلاص انا عملت كده دم، وصلت الدم بتاع الام قريب منين؟ من الدم بتاع الجنين. كده يحصل اكسشينج، ده اللي بنسميه يوترو بلاسنتال سيركوليشن. طيب تركيب البلاسنتا الامبلانتيشن ولا الامبلانتيشن؟ علي صوتك. الداي 9 وداي 12 تكون من الامبلانتيشن ولا الفيرتلايزيشن؟ لا، من الفيرتلايزيشن. اي يوم بنحسبه من ايام الحمل على طول. ستراكشر اوف ذا بلاسينتا، تركيب بلاسينتا. اول حاجه الكوريونيك فيلاي. البلاسينتا عباره عن ايه يا اولاد؟ ركزوا. الكوريونيك بليت والديسيدوال بليت، ويتشابكوا مع بعض عن طريق الفيلاي. خلاص فهمنا؟ هي دي البلاسينتا، يعني الكوريونيك فيلاي والديسيدوال بليت. ديسيدوال بليت ده في ايه؟ في البلاد فيسلز بتاعت الام، هتنزل الدم الماتيرنال بلاد اللي فيه الاكسجين والنيوتريشن ما بين الفيلاي. الفيلاي الاكسجين والنيوتريشن هيعدي جواها كده ويروح للايه؟ للجنين. الجنين ياخد حاجته والميتابوليزم ويرجع لنا الدم تاني اللي فيه كربون دايوكسيد وويست، ويجي ما بين الفيلاي ويمتص تاني ويروح للام. هي دي البلاسينتا، هي دي المشيمه. خلاص؟ فتركيب المشيمه اول حاجه الكوريونيك فيلاي اللي انتم شايفينها. طب الكوريونيك فيلاي دي مين شطور كده يقول لي انا شايف نوعين من الفيلاي؟ شايفين في فيلا اهي ماسكه من الكوريونيك بليت من عند الجنين اهو، ورايحه شبكه في الديسيدوال بليت، دي اللي بتعلق، بتعلق يعني بتانكر، بتفكس الايه؟ الامبريو في البلاسينتا. ماشي؟ دي اسمها ايه؟ انكورينج فيلاي او ستيم فيلاي. يبقى شايفين الفيلس اللي وصلت من الكورونيك بليت وراحت للاندومتريوم هنا، دي اللي بتثبت الجنين في المشيمه، بتعلقه، اسمها ستيم او انكورينج فيلاي. دي في الغالب ما بيحصلش فيها امتصاص، يعني ما بيحصلش تبادل للغازات والغذاء من خلالها، لكن اللي بيحصل عن طريق ايه حلوين؟ السايد برانشز، سايد برانشز اللي بتطلع من ستيم فيلاي، اللي هي عايمه فين؟ عايمه في الانترفيلاس سبيس، في البحيرات الدمويه اللي هي مليانه ماتيرنال بلاد. دي بسميها فري فيلاي او فلوتينج فيلاي او كمان ابسوربنج فيلاي، ودي اللي هيحصل من خلالها ايه؟ اكستشينج. ودي اللي هيحصل من خلالها اكستشينج. يبقى اول مكون من مكونات البلاسينتا هو الكوريونيك فيلاي، وعرفنا انها نوعين، نوع اللي هيمسك يعلق الجنين انكورينج او ستيم، انكورينج دي يعلق زي المسمار كده يثبت، والنوع الثاني اللي هيبقى طالع من الستيم وعايم في الدم بتاع الام، ده اللي اسمه فري او فلوتينج فيلاي، وده الجزء اللي هيحصل في اكستشينج للجازس وللنيوتريشن. طيب احنا اتفقنا ان اللي هتشارك في البلاسينتا هي التيرشري فيلاي، وعرفنا التركيب بتاع التيرشري فيلاي.
لازم هنحفظ التركيب بالترتيب، يعني لازم التركيب بالترتيب نحفظه. ليه حلوين؟ نركز. لو دي تيرشري فيلس تركيبة، أول حاجة من برة سينسيشي تروفوبلاست، بعدين الخلايا المنتظمة دي سايتو تروفوبلاست، وبعدين الأخضر ده الإكسترا إمبريونيك ميزوديرم. الأخضر ده له إيه؟ الإكسترا إمبريونيك ميزوديرم. وبعدين دي الفيتال كابيلاريز، والفيتال كابيلاريز طبعا عشان الإكستشينج متبطنة بس بسنجل لير أوف إندوثيليوم عشان سهولة الإيه؟ التبادل يعني. يبقى في أربع طبقات بيكونوا ايه؟ بيكونوا التيرشري فيلاي. لازم نحفظهم دول يا اولاد بالترتيب، من بره سينسيشيو تروفوبلاست في المقطع العرضي، بعدها سايتو تروفوبلاست، يعني سينسيشيو وسايتو، بعدين الميزوديرم، وبعدين الايه؟ الاندوثيليوم بتاع الفيتال كابيلاريز. حتى هنا لو بصينا هنلاقيهم اربع طبقات، اول طبقه اللي بره دي اللي هي دي اللي لونها بني كده، دي السينسيشيو، ها؟ وبعدين اللي لونها اخضر المنتظمه دي سايتو، وبعدين اللون البينك اللي جوه ده الميزوديرم، والفيتال كابيلاريز اهي بالاندوثيليوم. ليه احنا هنحفظ يا اولاد الاستراكشر ده؟ لان الاربع حاجات دي هي اللي بتفصل ايه عن ايه. عايز حد شاطر يرد عليا، الاربعه استراكشرز دول هيجي لهم اسم تاني، هم اللي بيفصلوا ايه عن ايه؟ يفصلوا الجنين عن الام. لا، يفصلوا دم الام عن دم الجنين. ايوه، دول هيفصلوا ماتيرنال بلاد عن الفيتال بلاد، فدول هنحفظهم زي اسمنا، هيبقى اسمهم دلوقتي حالا البلاسنتال بارير او البلاسنتال ممبرين. تاني يا اولاد تركيب التيرشر فيلاي، اول حاجه من بره سينسيشيو تروفوبلاست الخلايا غير منتظمه، بعدها سايتو تروفوبلاست، بعدها الميزوديرم، بعدها الاندوثيليوم بتاع الفيتال كابيلاريز. حلو الكلام؟ يبقى انا بتكلم على البلاسينتا، واول حاجه اتكلمت عليها ايه؟ الفيلاي. بعد كده انا عايز نعم هي نفسها الكوريون، هي نفسها الكوريونك فيلاي، ما هي هي يا حبيبي، هي هي. بس خلوني يا اولاد كده ايه، مسترسل كده عشان تفهموا. يلا، عايز حد شاطر؟ ادي الكوريونك فيلاي اهي يا اولاد، ادي واحده وادي واحده. يلا تعالوا نشوف التركيب. يلا يلا، اول حاجه من بره ايه؟ سينسيشيو، وبعدين سايتو، وبعدين الابيض ميزوديرم، وبعدين الفيتال كابيلاريز. طيب انا عايز حد شاطر، عايز حد شاطر. الفيلاس دي انكورينج صح، اللي جايه من الجنين وواصله لغايه الايه؟ الام هنا. يبقى دي ستيم فيلاس صح، ودي برضو ستيم فيلاس. عايز حد شاطر كده يقول لي مين اللي بره هنا، سينسيشيو ولا سايتو؟ سينسيشيو. واللي جوه سايتو. طب تعالوا عند الستيم فيلاي، الوضع هيتعكس، السايتو تروفوبلاست هتخترق السينسيشيو تروفوبلاست وتمشي كده وتمشي كده. يبقى عند الديسيدوال بليت ناحيه الام السايتو تروفوبلاست، خلاص ده اللي هيبقى هو الاوتر لير، ويعمل لي قشره كامله كده اسمها ايه؟ سايتوتروفوبلاستيك شيل. اسمها ايه؟ سايتوتروفوبلاستيك شيل، اللي هي القشره. وخلي بالكوا السايتوتروفوبلاستيك شيل هي اللي هتخترقها ايه؟ الماتيرنال بلاد فيسلز، سواء الارتري هيجيب دم كده او الفين يرجع دم كده. يبقى نخلي بالنا يا اولاد انه ترتيب الحاجات، السنسيشيو هي الاوتر والسايتو هي الانر، لكن الكلام ده هنا في الفري فيلاي وفي في الابسوربنج فيلاي في الستيم فيلاي هنا. لكن لما الستيم فيلاي دي توصل لغايه الديسيدوا السيتوتروفوبلاست، لا يا اولاد، عشان تعمل قشره وتعزل الاندوميتريوم عن المشيمه، عشان تعمل يعني مكان للمشيمه، فبتعمل ايه؟ سيتوتروفوبلاستيك شيل، وده المكان اللي السبايرال ارتريولز هتخترقه عشان تجيب الدم هنا. خلاص؟ طيب بعد كده يا اولاد البلاسنتال سيركوليشن. دم نعم. الام صح يخترق. دم الام يا حبيبي. دم الام. طيب تعالوا نشوف البلاسنتال سيركوليشن، الدم بيجي ازاي يا اولاد؟ طبعا واضح ان ده الامبليكال كورد. خلاص؟ وادي الكوريونيك فيلاي اهي يا اولاد، شايفين التفاريع دي؟ دي كلها فري او ابسوربنج فيلاي. وشايفين دي الديسيدوا. خلاص؟
دي ايه دي الديسيدوا اللي هي البطانه بتاعت الايه الرحم بعد الحمل، ودي الماتيرنال بلاد فيسلز. طيب الاحمر ده ايه؟ ارتريول. في كام ارتريول هيجيبوا الدم بتاع الام اللي فيه اكسجين ونيوتريشن؟ حوالي 100 ديسيدوال ارتريول. طيب ال 100 ديسيدوال ارتريول هيصبوا الدم ده فين؟ في الانترفيلس سبيس هنا، خلاص. طيب كميه الدم يا اولاد اللي هتيجي دي قد ايه؟ تبقى في المشيمه في البلاسنتا 150 مللي. طب ال 150 مللي دول ركزوا هيتغيروا كم مره في الدقيقه، في الدقيقه بالمصري 3 4 مرات. يبقى يا اولاد انا عندي كام ارتري؟ تقريبا 100. هيجيبوا كام مللي من الدم؟ 150. ال 150 دول هيتغيروا كم مره في الدقيقه؟ 3 الى 4 مرات. حلو. طيب بعد ما الدم ده هيجي هنا في الانترفيلس سبيس ويحصل بقى تبادل والدم يروح للجنين ويرجع، خلاص، اللي هياخد الدم اللي هو الفينس اللي فيه كربون دايوكسيد ويرجعه لدم الام عشان حجم دم الام يبقى ثابت، الايه؟ الماتيرنال فينيولز. يبقى البلاسنتال سيركوليشن جزئين، ماتيرنال بارت عرفناه، سبايرال ارتريولز هيجيبوا الدم عددهم 100 تقريبا، هيجيبوا 150 مللي يغيروهم 3 4 مرات كل دقيقة، الدم يروح للجنين ويرجع، اللي هيرجع الدم تاني للأم هم إيه؟ الماتيرنال فينيولز. طيب الجزء الثاني من البلاسنتال سيركوليشن اللي هو الفيتال بارت، اللي هو إيه حلوين؟ فيتال بارت. دكتور معلش على المقاطعة يا دكتور، لكن أنت تقول بيغيرون 3 إلى 4 مرات في الدقيقة، إيش قصدك بيغيرون؟ يعني الدم ده بيتجدد، يعني مش بيحطوا 150 مللي وتفضل 150 مللي من اول الحمل لاخره، يصبوا 150 ويرجعوا 150، يصب 150 ويرجعوا 150، كل دقيقه يتجددوا اربع مرات رايح جاي كده، ها؟ فبيتغيروا. دكتور بس جزئيه التناقل المواد يعني تكون من خلال دم الام يجي لسه 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 هفهمك، لسه هفهمك التناقل ده، اصبروا بس يا اولاد عشان المحاضره بس وقتها يكفي، اصبروا بعد كده بيسالوني، سجل ملاحظات واسالني كده ان شاء الله لوحدك يعني. طيب الجزء الثاني من البلاسنتال سيركوليشن اللي هو ازاي الدم بيوصل للايه؟ للجنين. شايفين انتوا كده ادي الدم بتاع الام اهو، نزل لك كده الاكسجين والنيوتريشن في الانترفيلس سبيس، هيجي بقى الاكسجين يدخل جوه ايه؟ جوه الكوريونيك فيلاي، خلاص. ايه اللي هياخد الاكسجين والنيوتريشن ويوديه عن طريق الحبل السري للجنين؟ انا عندي يا اولاد حبل السري فيه امبليكال فين واحد واثنين امبليكال ارتريز، يلا تتوقعوا مين اللي هيشيل الاكسجين يا اولاد ويوديه لغايه الجنين لقلب الجنين؟ لا 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 الفين، الامبليكال فين هياخد الاكسجينيتد بلاد ويوديه ايه؟ للهارت بتاع الايه؟ الفيتس. يقوم الهارت بتاع الفيتس ده يضخه ينقبض ويضخ الاكسجين لكل اجزاء الايه؟ الجسم. وبعد كده يا اولاد بعد كده اللي هياخد بقى الكربون دايكسايد من الجنين ويرجع للبلاسنتا اتنين امبليكال ارتريز، يعني هنا اللون ده يا اولاد اللي باللون الازرق امبليكال ارتريز، واللي باللون الاحمر ده الليفت امبليكال فين، هم اتنين بس واحد بيديجنريت ويفضل عندنا ايه؟ الليفت امبليكال فين. عشان كده يا اولاد دايما احنا بنقول تعريف الفين، احنا بنتكلم طبعا الامبليكال فيسلز دي فيتال بلاد فيسلز يعني حق الايه؟ حق الجنين. تعريف الارتري والفين، الارتري بلاد فيسل ويتش كاريز بلاد فروم ذا هارت تو ذا بريفري، الشريان شارد من القلب الى البريفري، يبقى اللي جايين من قلب الجنين ورايحين للبلاسنتا امبليكال ارتريز. طيب والفين بلاد فيسل ويتش كيرز بلاد فروم ذا بريفري تو ذا هارت، يبقى اللي هياخد الدم البلاسنتا ويروح للهارت بتاع الامبريو ده فين، عشان كده اللي هياخد الدم اللي فيه اكسجين الامبليكال فين، اللي هيرجع الدم من قلب الولد لغايه البلاسنتا تاني دول اتنين امبليكال ارتريز. فهمتوا حلوين الجزء بتاع الفيتس؟ انا عندي اتنين امبليكال ارتريز دول هيجيبوا لي الويست والكربون دايوكسيد من الامبريو، خلاص، ويروحوا للام، يروحوا مع الايه؟ مع الفينز. الارتري من الجنين الدم يكمل بالفينز بتاعت الام ويروح، بعد كده اللي هياخد الاكسجين ويوديه لقلب الجنين هذا الليفت امبليكال فين.
يتوزع لكل الجسم وبعدين كده تبقى الأمور خلصت. ماشي؟ طيب الموضوع ده مهم. بلاسينتا البارير، دم الأم هو صح؟ ودم الجنين جوه البلاد فيسلز دي. في أربعة ستراكشرز بيمنعوا الميكس أوف بلاد بتوين المذر والفيتس. دول بنسميهم إيه حلوين؟ بلاسينتا البارير أو بلاسينتا الممبرين. كلكم حافظينهم صح؟ كله حافظهم؟ مين هم؟ ها من برا؟ سنتيشيو تروفو بلاس، سايتو تروفو بلاس، ميزوديرم والإندوثيليوم بتاع الكابيلرز. قلنا لازم نحفظهم بإيه؟ بالترتيب. لازم نحفظهم بالترتيب. الأربعة تيشوز دول هو اللي بيحصل من خلالهم إكستشينج، وهم اللي بيمنعوا الفري ميكس بتوين الماتيرنال بلاد والفيتال بلاد. وزي ما هنشوف هم اللي كمان بيمنعوا معظم البكتيريا والفيروسز انها تروح من الام للجنين. المهم البلاسينتا البارير ده او البلاسينتا الممبرين لازم تبقوا حافظين مكوناته. خلي بالكم يا اولاد في اول الحمل تركيب البلاسينتا البارير غير في اخر الحمل. هنقول الترتيب وبعدين نقول السبب اشمعنى في فرق. طبعا في بداية الحمل بيبقى اربع طبقات من بره لجوه زي ما انتم حافظين، سنسيشيو تروفو بلاست، سايتو تروفو بلاست، اكسترا امبريونيك ميزوديرم، اندوثيليوم بتاع الفيتال كابيلاريز. اربع طبقات، سنسيشيو تروفو بلاست، سايتو تروفو بلاست، الميزوديرم والاندوثيليوم بتاع الفيتال كابيلاريز. هنا فيتال بلاد وهنا ماتيرنال بلاد، هو ده البلاسينتال بارير، وقلنا نحفظهم بالترتيب. طيب يا اولاد في اخر الحمل اللي هيتبقى مين؟ اللي هيفضل مين؟ أول واحدة وآخر واحدة، عشان كده بقول لكم احفظوا بالترتيب. اللي هيفضل مين؟ أول واحدة وآخر واحدة، يبقى الاندوثيليوم والسنسيشيو تروفو بلاست. يبقى في آخر الحملة أنا عندي طبقتين بس، اندوثيليوم وسنسيشيو تروفو بلاست. خلاص دي هنحفظها إيرلي وليت بعد الشهر الرابع. السبب إيه يا أولاد؟ في أول الحمل دي فترة الأورجانوجينيسيس يعني تكوين الأعضاء، يبقى ربنا خلق البلاسينتال بارير ثيك يعني أربع طبقات عشان يقلل مرور التيراتوجينز المواد المسببة للعيوب أثناء التصنيع. أنت عايز هنا مش عايز أي حاجة تدخل، يبقى أربع طبقات. طب بعد أربع شهور خلاص الأورجانز اتعملت، والبيبي ده اللي جوه ده لازم يكبر بسرعة علشان ينزل ويعيش. يبقى أنت عشان الرابيد ريت اوف جروث مش محتاج لاربع طبقات، عشان larger molecules of nutrients تقدر تعدي، يعني الحاجات اللي هي المغذيات البروتينز الكبيرة والليبيدز الكبيرة والحاجات دي تقدر تعدي للولد عشان التغذية. يبقى ربنا عمل placental barrier في آخر الحمل طبقتين. خلاص فهمنا placental barrier سهل، أربع طبقات في أول الحمل وطبقتين في آخر الحمل. lobulation of the placenta، من ضمن مكونات البلاسينتا ان البلاسينتا في اخر الحمل بيحصل فيها الكوتليدونز اللي احنا عارفينها يا اولاد. سبب الكوتليدونز ايه يا اولاد؟ نزول، خلي بالكم ده الامبليكال كورد وده الكوريونيك بليت وادي الديسيدوال بليت اللي هو باللون الاخضر. بتنزل حواجز من الديسيدوال بليت، الحواجز اللي بتنزل دي بتنزل ما بين الفيلاي، اسمها بلاسينتال سيبتا. اسمها ايه؟ بلاسينتال سيبتا، سيبتا جمع سيبتم، حاجز يعني حواجز. البلاسينتال سيب كل ما تنزل سيبتم من فوق خلي بالك يبقى قصاده فيه جروف. حلو، يبقى كل سيبتم من فوق عشان بينزل قصاده فيه جروف. طيب والحتة اللي ما بين الجروفز هي الحتة العالية اللي سميناها كوتليدونز، اللي شبه الكابل ستونز، اللي شبه الطوب اللي انتوا شفتوه. خلاص الكوتليدونز دي بتكمل شكلا يعني في الشهر الرابع والشهر الخامس من الحمل. يبقى فيه لوبيوليشن اوف ذا بلاسينتا مقصود بيها ايه؟ ان في بلاسينتال سيبتا وكوتليدونز. طيب وظيفه البلاسينتا، الكلام ده يا اولاد نظرا انا هقوله بسرعه، جاز اكستشينج. طبعا اكيد يا اولاد الاكسجين من الام للجنين والعكس، كربون دايكسايد من الفيتس للمذر. نيوتريشن طبعا بيدخل من الام طبعا الكربوهيدرات والجلوكوز والبروتين كله يروح للايه؟ للولد. اكسكريشن اوف ويست برودكتس بتاعت ايه؟ بتاعت الجنين، تروح لدم الام. وظيفه البلاسينتا البارير ان هو بيمنع الباسج اوف ميني بكتيريا اللي هو الحاجز اللي شفناه يا اولاد، بس في حاجات ستيل بتدخل. ها يعني زي الاتش اي في اللي هو الهيومن اميونو ديفيشنسي فيروس، اللي هو الايدز، زي السيفلس، زي روبيلا اللي هي الحصبه الالماني،
كل الحاجات دي ممكن تعدي، النيكوتين بيعدي، حاجات كتير بتعدي. طيب من ضمن وظائف البلاسينتا سكريشن اوف هرمونز، بتطلع البروجستيرون، البلاسينتا بتطلع البروجستيرون. البروجستيرون مهم جدا عشان المينتنانس اوف بريجننسي، عشان الحمل يفضل لازم فيه بروجستيرون. انتوا تعرفوا يا اولاد ايه اللي بينزل البلد والاندومتريوم في المينسترال سايكل؟ ها، ان الكوربس لوتيوم ده بيموت خلاص والبروجستيرون بيقل. فاحنا عشان الاندومتريوم يفضل والحمل يكمل لازم فيه بروجستيرون. خلاص يبقى البروجستيرون كونتراكشن يا دكتور، يعني الكونتراكشن، نعم الكونتراكشن اللي تحكم فيها اذا يعني اذا قلت الكونتراكشن بسبب البروجسترون. لا البروجستيرون ملوش دعوه بالكونتراكشن، البروجستيرون له دعوه ببطانه الرحم، كانه الميه اللي بتسقي بطانه. يعني انت لو زرعت زرعه ومسجتيها ميه هتموت. البروجستيرون هو الميه والزرعه هي الاندومتريوم. يعني الكوربس لوتيوم اوف بريجننسي بيقعد ايه 3 4 شهور يطلع بروجستيرون، لغايه ما البلاسينتا تبقى ويل ديفلوبد هي اللي تطلع البروجستيرون بداله. يبقى ده مهم عشان المينتنس اوف بريجننسي. الاستروجين، البلاسينتا بتطلع استروجين، الاستروجين ده هيروح في الدم ويروح لمكانين يا اولاد، يروح لليوترس يكبر اليوترس، ويروح للمامري جلاند للبريست عشان يكبر البريست، عشان ان شاء الله لما يبقى في بيبي يبقى في لاكتيشن رضاعه وكده. البلاسينتا كمان بتطلع هيومن كوريونيك جونادوتروبين، هيومن كوريونيك جونادوتروبين الاتش سي جي ده خلاص ده بيطلع من اول من التروفوبلاست، من اول ما يبقى في حمل، وده اللي بيخلي الكوربس ليوتيوم يعيش لغايه الشهر الرابع، لغايه ما البلاسينتا ايه تبقى ويل ديفلوبد. يعني يا اولاد لو ما حصلش حمل ما فيش تروفوبلاست، صح؟ فيش زايجوت، ما فيش تروفوبلاست، يبقى الكوربس ليوتيوم بيموت بعد 9 ايام وينزل ايه الدم الدوري. لكن لو في حمل يبقى في تروفوبلاست، يبقى في ايه اتش سي جي، اتش سي جي يقول للكوربس ليوتيوم افضل شغال، طلع بروجستيرون لغايه ما البلاسينتا تتعمل 4 شهور. خلاص، وده الهرمون اللي احنا بنستخدمه في البريجننسي تيست. البلاسينتا بتطلع هرمون مهم يا اولاد، مش عايزين نطول في الكلام النظري ده عشان الحق اخلص الامبليكال كورد. البلاسينتا بتطلع سوماتو مامو تروبين، سوماتو يعني بادي، مامو يعني بريست، تروبين يعني محفز او كده. ده يا اولاد بيعمل حاجه مهمه خالص، غير انه بيكبر البريست، بيعمل بريست ديفلوبمنت، بيدي برايوريتي للفيتس على الماتيرنال بلاد شوجر. شايفين يا اولاد الحلاوه؟ يعني البلاسينتا بتطلع هرمون تدي البرايوريتي للولد على السكر اللي في دم الايه الام. يعني الام ما تستخدمش جلوكوز الا لما الولد اللي جوه يقول خلاص انا تمام انا استكفيت. خلاص فهمتوا؟ مش هطول يا اولاد انا في الحاجات دي. بعد كده ماتيرنال انتي بوديز، يعني البلاسينتا بيعدي من خلالها ماتيرنال انتي بوديز اللي هي الاي جي جي مينو جلوبولينز والالفا جلوبولينز، دي ممكن تعدي البلاسينتا البارير، ودي حلوين تمشي من المذر للفيتس وبتدي باسيف اميونيتي. يعني اول ما البيبي بيتولد بيبقى عنده ايه اميونيتي. لكن في حاجه ممكن تحصل هنا بسبب الكلام ده، ايه يا اولاد؟ لو ار اتش نيجاتيف مذر، لو واحده الار اتش، عارفين عامل ريزس ده ريزس فاكتور، لو واحده ار اتش نيجاتيف مذر وجوزت راجل ار اتش بوزيتيف والبيبي اللي هي حامل فيه ار اتش بوزيتيف، احيانا يا اولاد بيحصل ميكس اوف بلاد، الميكس اوف بلاد ما بين المذر والام، ممكن شويه ار بي سي تعدي، لكن احيانا ساعه الولاده بيحصل ميكس اكتر. المهم انا عايز حد شطور كده، لو في ريد بلاد سيلز ار اتش بوزيتيف دخلت على ار اتش نيجاتيف مذر، ايه اللي هيحصل؟ الاميونيتي بتاعت الام هتعمل ايه؟ الاميونيتي بتاعت الام هتعمل ايه؟ انتي ار اتش انتي بوديز، هي هتهاجم، هتعمل ضدها ايه؟ ار اتش انتي بوديز. لو الانتي ار اتش انتي بوديز ديت دخلت راحت للفيتال بلاد هتعمل ايه؟ هتكسر الفيتال ريد بلاد سيلز، مفهوم؟ غالبا اللي بيتاثر يا اولاد بيبقى السكند بيبي، يعني ايه؟ البيبي الثاني. طبعا الموضوع لو سيفير خلاص بيحصل هيموليسيس، فبيسموا المرض ده ايه؟ هيموليتيك ديزيز اوف ذا نيو بورن او اريثروبلاستوزيس فيتاليس. اريثرو دي يعني هي كرات الدم الحمراء. بس الكلام ده نقدر نمنعه؟ طبعا نقدر نمنعه. اي واحده ار اتش نيجاتيف وهتتجوز ار اتش بوزيتيف كل حمل بيدوها ايه؟
إبرة اللي هي الـ Rh immunoglobulin، ده بيدي للمذر، ده بيمنع الايه الهيموليتيك ديزيز اوف ذا نيوبورن. فهمت يا اولاد دي ايه الحكايه دي؟ بسرعه يا اولاد عشان نلحق نخلص محاضرتنا. ان لو ار اتش بيبي فيتس البلاد سيلز بتاعته دخلت على ار اتش نيجاتيف مذر، الدم بتاع المذر بيعمل ايه؟ انتي ار اتش انتي بوديز. الانتي بوديز دي لو راحت للفيتال بلاد هتعمل ديستركشن للفيتال ريد بلاد سيلز، خلاص يحصل هيموليسيس، تكسير في كرات الدم الحمراء، اسمه ايه؟ هيموليسيس. ده اسمه هيموليتيك ديزيز اوف ذا نيوبورن. ده اقدر امنعه بان انا ادي ايه؟ الار اتش اميونوجلوبولين اللي هي الحقنه اللي بتتاخد للامهات اللي دمهم ار اتش نيجاتيف. طيب في ابنورماليتيز في البلاسنتا، الانوماليز بتاعت البلاسنتا يا اولاد ممكن تبقى فين؟ في البوزيشن، ودي انتوا عارفينها. البلاسنتا دايما يا اولاد فوق، لكن لو كانت سابقه العيل اسمها ايه؟ بلاسنتا بريفيا، وكلمه بريفا يعني وات كومز فيرست اللي هي بريفيوس يعني السابق. فكده كده في الثلاث حالات دي البلاسنتا قبل العيل. دي ثلاث انواع انتوا خدتوها قبل كده تالي، بلاسنتا بريفيا بارايتاليس، بلاسنتا بريفيا مارجيناليس، بلاسنتا بريفيا سنتراليس. دي على حسب ايه؟ انتوا سامعين يا اولاد؟ ايوه يا كمال. ايوه يا دكتور سامعين. طيب ماشي حلوين. بارايتاليس بعيده عن الانترنال اوس، مارجيناليس على المارجن بتاع الانترنال اوس، سنتراليس مغطيه الانترنال اوس. طيب في ابنورماليتيز في الشكل، الشكل يا اولاد البلاسنتا هتبقى باي لوبد، مقسومه اثنين، اما تراي لوبد او مالتي لوبيلر اكتر كده، يا اما فيها ديفكت او فورمن، خرم فينسترا فيسميها ايه؟ بلاسنتا فينستراتا. يبقى ده في الشكل، كلام ده سريع يا اولاد. في ابنورماليتيز في النمبر، ممكن تبقى بلاسنتا وواحدة قدها نسميها توين بلاسنتا، لكن لو واحدة صغيرة يبقى اسمها اكسسوري بلاسنتا. يبقى لو في اكسسوري بلاسنتا جنب الأصلية دي نسميها بلاسنتا ساكسونتورياتا، يعني اكسسوري بلاسنتا. في ابنورماليتيز كمان في ايه حلوين؟ في الامبليكال كورد اتاتشمنت. المفروض الامبليكال كورد يمسك في السنتر، طب لو مسك في البريفري دي بنسميها ايه؟ باتل دور. باتل دور يعني زي مضرب التنس، باتل دور بلاسنتا. طب لو ما مسكش خالص في البلازينتا ومسك في الممبرينز يبقى دي اسمها فيلامنتس اتاتشمنت اوف ذا امبليكال كورد او فيلامنتس بلاسنتا. فيلامنتس يعني ايه؟ يعني ممبرينز. فيلامنتس يعني ايه؟ ممبرينز. يبقى مشاكل الامبليكال كورد حلوين، المفروض يمسك في السنتر، لو مسك في البريفري باتل دور، لو مسك في الممبرينز فيلامنتس. الدايمتر ممكن يا اولاد زي البيتزا كده، البيتزا انواع، ممكن بيتزا تخينه شويه او بيتزا ايه رفيعة. لو البلاسنتا الديامتر بتاعها كبير يعني هي مش سميكة نسميها ايه؟ فلات بلاسنتا او بلاسنتا ممبرينيشيا. في كمان في الانفلتريشن دي حاجة مهمة وخطيرة خالص يا اولاد، ايه هي؟ ركزوا كده. المفروض البلاسنتا ما تعديش غير على الاندومتريا، لكن البلاسنتا لو دخلت يا اولاد على المايومتريام بسميها ايه؟ بلاسنتا اكريتا. لو لمست المايومتريام بلاسنتا اكريتا، لو اخترقت المايومتريام العضلة يعني بلاسنتا انكريتا، لو عدته كله كله وراحت بره الرحم اصلا ناحية الأورجانز اللي هي بيقولوا عليها البطانة المهاجرة دي نسميها ايه؟ بيركريتا. يبقى انا يا اولاد عندي بلاسنتا اكريتا اللي هي المشيمة الملتصقة، خلاص دي وصلت المايومتريام بس ما عملتلوش انفيجن. طيب لو عملت انفيجن للمايومتريام بس مش كله يبقى دي انكريتا. طيب لو عدت المايومتريا وراحت للادجيسنت اورجانز يبقى سميها ايه؟ بيركريتا. دي كارثه يا اولاد، كارثه. ليه؟ لان دي غالبا العيانين الامهات اللي فيها كده الولاده معناها ايه يا اولاد؟ ان الجنين ينزل وبعده المشيمه او البلاسنتا تنزل. طول ما المشيمه ما نزلتش الولاده ما خلصتش، فالمشيمه الملتصقه دي مش هتنزل، وممكن تقعد انت تحاول تشد فيها و و و تعمل نزيف، والنزيف يتطلب ان احنا نعمل ايه؟ هيستريكتومي. يبقى هي من ضمن اسباب الهيستريكتومي، هيستور يعني يوترس واكتومي يعني استئصال، علشان الهوربل هيموريج او الكاتاستروفيك هيموريج النزيف اللي بيحصل في نون سيبريتنج بلاسنتا اللي هي المشيمه الملتصقه اللي هي اكريتا وانكريتا وبيركريتا. طيب في كمان حاجه غريبه يا اولاد بتحصل اللي هي دي، احيانا يحصل حمل، انا مش هطول يا اولاد في دي، يحصل حمل من غير جنين يعني الجنين ما يتكونش،
يعني ايه اولاد الجنين ما يتكونش؟ يعني يبقى فيه تروفوبلاست وكلام من ده، لكن ما فيش امبريو، ما فيش فيتال بلاد فيسلز. فيجي الماترنال بلاد ده بيسموه الحمل العنقودي، بيسموه ايه؟ الحمل العنقودي، هاي ده تي دي 4 مول. الحمل العنقودي يعني شبه ايه حلوين؟ شبه العنب، هاي ده تي دي يعني جريبس زي العنب. خلاص؟ يبقى سببه ان مفيش جنين، ففيش الدم هيجي من الام ومفيش حاجه هتسحبه توديه للجنين، تبقى الفيزيكلز الكورونيك فيلاي تبقى وارمه زي ما انتم شايفين وزي حبات العنب. وطلع هتطلع كلها تروفوبلاست دي يا اولاد، هتطلع اتش سي جي اللي هو هيومن كورونيك جونادوتروبين كتير كتير. طب الستات دول هيحسوا بايه؟ غالبا بيحصل لهم ابورشن، يعني بيحصل سقط. لو ما حصلش بيتشخص زي فاجينال بليدنج، وعندهم نوزيا وفوميتنج، يعني غلمان نفسه ترجيع بس بصوره ايه مش عاديه. وتشخيص بتعمل ايه؟ اختبار الحمل ده. بس يا اولاد اختبار الحمل افترضوا مثلا ان هو الطبيعي بتاعه 12 مثلا، لو عملته انت في البلازما ولقيته ايه 12، عارفين الست اللي عندها حمل عنقودي او هايدا تي دي 4 مول تعمل الاتش سي جي ده تلاقيه كام؟ 100,000. تلاقي كام؟ 100,000. يبقى أول ما تلاقي الأبنورمال هاي اتش سي جي خلاص تفكر فين؟ في الكمبليت هاي ده تي دي فورم مود. هذا فيديو يا أولاد هبعته لكم كده تتفرجوا عليه إزاي البلاسينتا إيه بتتكون. تعالوا بس نروح للأمبليكال كورد. أمبليكال كورد اللي هو الحبل الإيه السري. أمبليكال كورد يا أولاد ده إيه؟ ده اللي بيوصل البلاسينتا واليوتراين وول. طب طوله قد إيه ده؟ يعني نص متر. طبعا الطول فاريابل، الطول فاريابل خلاص، الافريج اللي احنا كاتبينه من 50 ل 60 سنتي ده افريج. الاتاتشمنت طبعا يا اولاد منين؟ من الفيتال سيرفيس ولا الماتيرنال سيرفيس اوف ذا بلاسينتا؟ يلا بسرعه. فيتال سيرفيس. من الفيتال يا اولاد، من الفيتال سيرفيس، من ناحيه الجنين هيمسك ناحيه الام يودي دم لمين؟ خلاص، يبقى من الفيتال سيرفيس اوف ذا بلاسينتا للانتيريور ابدومينال وول، فينترال اسبيكت يعني السطح الامامي من الانتيريور ابدومينال وول. طيب وظيفه الامبليكال كورد سهله، هو في الامبليكال بلاد فيسلز اللي بتاخد السبستانسز من الام للجنين والعكس، وطبعا هو بيسهل حركه الايه؟ حركه الفيتس. طيب الامبليكال كورد لو احنا خدنا مقطع فيه عباره عن ايه؟ بسيطة خالص، احنا عارفين يا اولاد ايه تو امبليكال ها ارتريز وان امبليكال فين وملفوفين، عشان بس ما يبقوش حاسين بالنوم لوحدهم كده ملفوفين في جيلي، جيلي اسمه وارتونز جيلي. جيلي اسمه ايه؟ وارتونز جيلي. يبقى تركيب الامبليكال كورد، خلي بالكم الالوان، تو امبليكال ارتريز شايلين دي اوكسجينيتد بلاد، one umbilical vein شايل oxygenated blood، وملفوفين في وارتونز جيلي. طيب الامبليكال كورد ازاي يا اولاد احنا في الامبريولوجي بيتخلق ازاي؟ بيمر بثلاث مراحل. في الاول طبعا احنا شفنا البلاستوسيست والجنين، مفيش بطن ومفيش سره، مفيش امبليكس. فاول حاجه هيبقى عندنا هنعمل بريميتيف امبليكال رينج، وبعدين بريميتيف امبليكال كورد، وبعدين ديفينيتيف امبليكال كورد. احنا عندنا ثلاث مراحل. هعمل بريميتيف امبليكال رينج، يبقى في دايره اللي هي السره بدايه تكوين الحبل السري، وبعدين البريميتيف امبليكال كورد الحبل السري البدائي، وبعدين الديفينيتيف امبليكال كورد اللي احنا اتكلمنا عليه اللي هو وارتونز جيلي وفي الثلاثه امبليكال فيسلز. طيب اول حاجه عندي حلوين فورميشن اوف بريميتيف امبليكال رينج. بصوا يا اولاد ادي ده اسمه كونكتنج ستوك، اي هوب انكم تبقوا عارفين المسميات دي قبلي، وده اسمه الانتويس ودي اليوكساك. في الاول ما فيش سره يا اولاد، ايه اللي بيعمل السره او بدايه الحبل السري؟ الفولدنج. الفولدنج اللي هو فين؟ في الشهر، في الاسبوع الرابع. الامنيوتيك فلويد بيبدا يزيد في الامنيوتيك كافيتي، يقوم يجي يضغط على اليوكساك، وهو في سكته عشان يضغط على اليوكساك بيزق الكونكتنج ستوك، بدل ما هو ناحيه ديل او رجل البيبي بيجي ناحيه بطنه اللي هو الفنترال اسبيكت. اللفه بتاعت الامنيوتيك الكافيتي دي خلاص بتعمل لنا ايه؟ البريميتيف امبليكال رينج. طب ايه محتويات البريميتيف امبليكال رينج؟ واحد ها كونكتنج ستوك. كونكتنج ستوك ده جواه ايه؟ الالانتويس والفيتلاين فيسلز. طب وبعدين في اليوكساكا هي بره،
لكن اللي في الامبليكال رينج الفيتيلو انتستينال داكت او الفيتيلاين داكت. طبعا اليوكساك نصها بيدخل جوه البطن يعمل لي الجات اللي هي الجي اي تي، ونصها بره بيبقى في الامبليكس خلاص، ويبقى اسمها ايه الديفينيتيف يوكساك. بعد كده يبقى الامبليكال رينج يا اولاد فيها ايه؟ كونكتنج ستوك والالانتويس خلاص والفيسلز والفيتيلو انتستينال داكت. طيب كل ما يزيد الديفلوبمنت تزيد المية في الامنيوتك فلويد، يقوم يضغط على الامبليكال كورد يزود طوله، يبقى ده اسمه بريميتيف امبليكال كورد. هو في نفس الحاجات، نفس الحاجات يا اولاد، كونكتنج ستوك والانتويس والفيتيلاين فيسلز والفيتيلاين داكت او الفيتيلو انتستينال داكت، بس بيزيد عليه ايه؟ بس حاجه واحده بس، ادي اهو خلاص البريميتيف امبليكال كورد، بيزيد حاجه واحده انه في الاسبوع السادس الانتستين بتطلع. ليه؟ لان مبقاش في مكان في البطن، البطن صغيره والليفر بيتكون والكيدنس بتتكون، فالانتستين بتطلع تريح في الامبليكال كورد شهر وترجع. يعني بتطلع يحصل لها فيسيولوجيكال هيرنيا، هيرنيا يعني فتق يا اولاد، تطلع في الاسبوع السادس تقعد شهر وبعدين ترجع لما البطن توسع. يبقى في البريميتيف امبليكال كورد الكونتنتس هي هي الكلام اللي احنا خدناه، بس هنزود عليه انتستينال لوب هيرنييتس، يعني الانتستين هتطلع بره تريح شهر وبعد كده ايه ترجع. طب الديفينيتيف امبليكال كورد كل اللي طلع هيرجع وكل الموجود هيقفل. بصوا يا اولاد كل هنا الانتستين اللي طلعت دي هترجع خلاص في الاسبوع العاشر، وكل الموجود هنا هيقفل، الانتويس هيقفل، الفيتيلاين داكت هيقفل، الفيتيلاين فيسلز معظمها هيقفل خلاص، مش هيفضل عندك ايه الا الامبليكال فيسلز بس اللي احنا شفناها. يبقى دي الديفينيتيف امبليكال كورد. طيب ايه الابنورماليتيز بتاعت الامبليكال كورد؟ سامحونا، احيانا يا اولاد الامبليكال كورد يبقى طويل والبلاد فيسلز تبقى طويله، فيحصل فولس نوتس، عقده بس مش حقيقيه، حتى دي ما بيعتبروهاش ابنورماليتي، يعني البلاد فيسلز طويله فتلف كده لفه بسيطه، ودي مش هتاثر على البلاد فلو فمش هتاثر على حاجه. لكن احيانا الامبليكال كورد يبقى طويل فالجنين كده يخش في بعضه، وفعلا الامبليكال كورد يحصل فيه ترو نوت، نوت يعني عقده. يبقى الابنورماليتيز اوف ذا امبليكال كورد، انا عندي العقد يا اما ترو يا اما فولس، مين اللي هتعمل اوبستراكشن للبلاد فيسلز؟ ترو. مين اللي مش هتاثر؟ الفولس نوتس. خلاص يا اولاد دي زي فكره السماعه لما بتسيبها كده وبتسيبها مع نفسها كده بتلاقيها دخلت في بعضها، هي دي الفولس ايه نوتس، لكن الترو نوتس دي بتاثر على البلاد سبلاي. ايه المشاكل الثانيه يا اولاد بتاعه الامبليكال كورد؟ ركزوا، الامبليكال كورد ممكن يبقى تو لونج، طويل خالص لدرجه انه يعمل سيركلز حوالين النيك اوف ذا بيبي، يلف حوالين رقبه الايه الامبريو، مش هو اللي بيلف طبعا، العيل اللي بيفضل يتحرك. او الامبليكال كورد يبقى قصير، فيري شورت، فيري شورت امبليكال كورد في ريسك الحاجه، مع ان الوقت ضيق بس هسالكم ممكن ايه اللي يحصل فيه طالما هو قصير كده يا اولاد؟ ينقطع او يخلع البلاسينتا. برافو عليكم كنتوا شاطرين. يبقى انا مشاكل الامبليكال كورد العقد يا ترو يا فولس، والطول يا مره طويل يا مره قصير، مره طويل يلف على النك اوف ذا امبريو او الفيتس، مره قصير ممكن يعمل افولجن للبلاسينتا. ايه المشاكل الثانيه يا اولاد؟ فاكرين الانتستين اللي طلعت في الاسبوع السادس تقعد شهر وترجع؟ والله في عيال منحوسين اللي الانتستين بتطلع وما بترجع، بتفضل، فبينولد عنده ايه؟ عنده هيرنيا اسمها كونجينيتال امبليكال هيرنيا. كونجينيتال يعني ايه يا اولاد؟ يعني الواحد مولود بها منذ الولاده. اسمها ايه يا اولاد دي؟ امفالو سيل، سيل يعني ورم، سيل يعني ورم زي ما انتم شايفين، وامفالو يعني امبليكس، امفالو يعني سره. يبقى لو الانتستين ما رجعتش يبقى عندي ايه؟ كونجينيتال امبليكال هيرنيا. في مشكله كمان بتحصل يا اولاد وغالبا البيبي ده بيموت، مش الامبليكال كورد اتفقنا انه في تو ارتريز واحد فين صح؟ في عيال عندهم ايه سنجل امبليكال ارتري، غالبا دول ما بيكملوش يا اولاد بيموتوا. ابنورمال اتاتشمنت اوف ذا كورد تقريبا دي اخر حاجه احنا خدنا منهم حاجتين صح؟ مش قلنا المفروض الامبليكال كورد ده في السنتر؟ طب اذا اجى في البريفري إيه. كان اكسنتريك، يبقى زي مضرب التنس صح؟ يبقى ده اسمه باتل دور، باتل دور يعني مضرب التنس. طب لو كان ماسك في الممبرينز
خدناها اسمها فيلامنتس اتاتشمنت. اخر حاجه هناخدها بص الامبليكال كورد وادي البلاسينتا. قبل ما يوصل البلاسينتا حصل له بايفوركيشن يعني انقسم، يبقى الكورد بايفوركيتس ها او ديفايدز بيفور ريتشينج ذا بلاسينتا، فتبصوا على البلاسينتا يسموها فوركيت بلاسينتا. كده خلاص يا اولاد خلصنا، نسيب الوقت عشان المحاضره اللي بعدنا. شكرا واسفين على السرعه، واللي عايز اسئله يسالني على الواتساب. يعطيك العافيه دكتور، الله يسعدكم، يلا سلام عليكم، موفقين.